اهلا واهلا واهلا بحبابي وصحابي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في اتم الصحه والعافيه. اخواني اخواتي، ما تنسونيش من اللايكات البارطاج، وضوبلوا لي التعاليق، وزنده ونيضه، نيضه وزنده، وهي العاليه، وقول قول 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 قول، وتقلي وتسلي، وبقيتي قول 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 حتى تقليتي. والسلعة الناقصة، السلعة الناقصة، وهي العالية صاحبة الخلفية السيليكونية، مادام نافخة. قول 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 قول، إخواني أخواتي، طردقت فينا عينيها وخرجت فينا عينيها. هاتي عيني الجرانة، بديتي تدوي وعيني الجرانة، كتخرجيهم وطردقيهم في المغاربة. إخواني أخواتي، نخليكم تشوفوا هذا المقطع الصغير وراجع معكم العصير. قول 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 قول، أنا داكشي ما كنتكلمش فيه، غنبقى نقولها ونعاودها أمام الملا. ليس لدينا أي صلة لا من قريب ولا من بعيد مع ذاك الحساب. أنا وأختي شاء من شاء وكره من كره، وأنا كلي ثقة بالقضاء المغربي أنه ينصفنا بإذن الله. وكنشكر كاع الناس الداعمين لنا من الأول حتى الأخر، كنقول لهم كنحماق عليكم، وإن شاء الله تشوفكم وتشوفوني ديما فرحانين يا رب. أنا داكشي ما كنتكلمش فيه، غنبقى نقولها ونعاودها أمام الملا. ليس لدينا أي صلة لا من قريب ولا من بعيد مع ذاك الحساب. أنا وأختي شاء من شاء وكره من كره، وأنا كلي ثقة بالقضاء المغربي أنه ينصفنا بإذن الله. وكنشكر كاع الناس الداعمين لنا من الأول حتى الأخر، كنقول لهم كنحماق عليكم، وإن شاء الله تشوفكم وتشوفوني ديما فرحانين يا رب. هاي 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 هاي، وانتم السيدة واثقة من نفسي؟ يا خوتي، واثقة من راسها، قالت لكم هي وخوتها غربال الودايا، ما كيعرفوش حساب حمزة مون بيبي، وما عندهمش حتى شي علاقة بيه. اختك عاد ضيفوها عام عندهم باش تقرا وتبحث مسكينة على علم نفس السجناء، وتعرفهم كيفاش كيعيشوا وسط الحبس ياك حبيبتي. وانتي راه ما سماوكم مجرمات الا وراكم مجرمات. وبالطابع هاد الجمله اللي طالعه كتقولي فيها وانتي واثقه في راسك، لاش ما قديتيش تخرجيها من فمك منين طلعتي كتبكي وتخني دمعه وخنونه على الخوال؟ جا هلا يا هلا، تيرش راش تيرش راش، ها ولا هاد القرايه عاد قراوها لك، عاد فتاوها عليك، وخرجتي كطردقي في عينك في الشعب المغربي. وقول قول 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 قول، انتي واقيلا نسيتي ياماتك، شتينا سدينا فمنا واقيلا، انتي ما بغيتيناش نتلفتو لشي مواضيع اخرى، بغيتينا نشدو عمعك، بغيتينا ندورو البارابول ونبقاو مفيكسيين نوع معاك. هتشارجيتي وتشحنتي، اتشحنتي وتشارجيتي، زادولك فلادوز. منين كانت غربال الودايا تاع اختك مضايفها سجل الودايا عام ديال الحبس، كنتي ساده فمك وداخله سوق راسك، كتسنى غائم امتى يطلقوا سراحها، كتسنى يا غائم امتى تجي من السفر على البحث الفيزيائي والنفساني اللي دخلت تشوفه في الحبس ديال الودايا ياك. هذا دابا يا القرطيطات اتلاقيتو درتو الراس على الراس، اتلاقيتو يا القرطيطات ودرتو الراس على الراس، هاو تزند لك عاوتاني المجمر، اتزندتي فين ما كتلوط بها غربال الودايا، ورا بنت رقيه كتزند، كتزند. اخواني اخواتي، سدوا لها فمها تهضر من مصاتها، تسدوا لك فمك تدوي من مصاتك. يا العالي، انتوما قالت لكم الاخت وشتو النكته ديال اليوم ولا ما شتوهاش؟ انتوما قالت لكم الاخت بانها ما عندهاش علاقه مع حساب حمزه مون بيبي، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. وانتوما هذا راه ضربنيش انا، الضرب في القضاء المغربي وفي الفرقه الوطنيه اللي طلعتي ونزلتي عندهم. انتوما هاد مولات المصاطه السيليكونيه، واش جاها الزميمر ولا شنو جاها؟ نسات ياماتها تطلع والهبط في المحاكم، نسات المحامي ديالها الله يرحمه، الله يرحمه. اخواني اختي، اللي دار على شي طرحم باش كان طالع في الندوه الصحفيه وقال بانها هي وغربال الودايا ادمين في الحساب ديال حمزه مو بيبي.
اوه يا العالي، ها وهو المحامي ديالك. واش قال انت ادمين انت واختك؟ يعني شكون هما لي زادمين؟ وراهم مالين شي. لي زادمين هما مالين شي اخواني اخواتي. انت واش جايه تضحكي على 40 مليون مغربي ولا ها؟ ياك ما شتي جوج شيخات جاوا صفقوا لك في المهرجان، جيتي دورتي علينا قلت لك يبغى يقولوا اللي يقولوا، يقولوا اللي يقولوا، حنا ما تنعرفوش داك الحساب. انت واش الشمس كتضرق بالغربال ها؟ واتريك هاد الغربال، راه الغربال ما كيضركش الشمس، يا اللي درتوه كتعفطوا عليه باش ما ترجعوش للحباسات. الغربال راه دار غير التغربيل ديال الطحين وديال الدقيق ها؟ راه ما دارش باش نعفسوا عليه باش ما نرجعوش للحباسات. واتريك الناقص، راكم كتدوروا على الحبس، كتدوروا على الحبس. الفرقة الوطنية والمجهودات اللي دارتها، المجهودات الجبارة اللي قامت بها الفرقة الوطنية للإطاحة بعصابة حمزة مومبيبي اللي كيترأسوا ابن طرقية، اللي عندهم القن السري اللي كانوا كيدخلوا به الحساب ديال حمزة مومبيبي. هضروا كدابا نتيا ملي كطلعي وترضقي في عينك، احنا ماشي هما مالات الحساب وما عندناش به صيلة. وداك العويم تاع اختك اللي دوزاتو علاياش؟ علاياش اختي؟ عارو على من؟ داك عام ديال الحبس اللي دوزاتو غربة الودايا عارو على من؟ وادصار هادي واش من دصارة يا بنت رقية؟ ادصارة واش من دصارة؟ عييتي ما تلفي في عباد الله، عييتي ما تصطنعي في الافلام الهوليوديه والبوليوديه والمخططات الكلبونيه، ولكن حتى حاجه ما صدقت لك. لقيتي بانه الناس واقفين معاك حسكه؟ لا ندوخ، لا ندوخ فينا هو النقد والابرام ديال المغنيه اللي بغات تعطي الفلوس باش تضمصه. ايوا دابا ملي لقيتي عباد الله واقفه لك حسكه في حلقك، خرجتي ليها بالطيطاي. انتوما السيده ما صدقت عطاوها الميكروات، ما صدقت. وتحدي خطير هذا، تحدي خطير وخطير جدا اخواني اخواتي. منين ولات الحمزه وهي كتخرج وكتتحدى الشعب كامل وكتضرب في كل شيء، كتضرب في الاحكام اللي خرج ضدها بها القضاء المغربي، وتدانت بعام ديال الحبس من طرف القضاء المغربي. ها ودابا فينا هما دوك اللي كيقولوا لنا السيده دخلت سوق راسها وانتم كدويو وانتم كتهضروا؟ وفينكم؟ بغيت نشوفكم، بغيت نشوفكم يا الربع الناقصه. فينا يا دي السيده اللي دخلت سوق راسها؟ راه كتلك عمل تحت ورا قرطيطه، قرطيطه اخواني اخواتي. هادشي كله باش تلفت ليها الانظار، باش دير البوز اخواني اخواتي. ما عندهاش الكسار، لا 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 ما عندهاش الكسار، ولو كان البوز بالشوهه والفضيحه. عزيز عليها تلفت الانظار ليها. عيطوا على دوك جوج شياخ الحفله ديالهم، صافي السيده قالت لك انا شديت السما بيديا. وهي العاليه وتي كالما الكارما، كالما الكارما، وتي شتك تحمستي، زدتي فلادوز، زدتي فلادوز. وحمزه مون بيبي وما كاينش اللي يحيدها لك، او بالطابع على جبينك، في جبهتك مكتوبه عليك حمزه مون بيبي. والشهوه والفضيحه تشوهتي في الخليج، كنتي ناويه هنيه؟ صدقت لك نية أخرى، وراها على نيتكم ترزقون. الخوال جامين تشوهتي عندهم خارجة دابا في المنابر الإعلامية المرقوية كتصلحي المفاهيم بالمغالطات باش يرضاو عليك الخوالجة. تيراش راش تيراش راش اخوتي، ورا الغره ما عندها في الدم، اما تقدش على فراقهم. والعشق الممنوع حمزة مون بيبي وبقات لك بالطابع، والإدانة بسنة سجنا نافدا. وهكا دارت ما غاديش نساوها ليها، لان ماشي اول مرة كتنكر، تاكل وتنكر. هاي عليك يا الباندية يا الباندية، يا الباندية يا مون بيبية. هكا دارت فاش خرجت مع قناة العربية، نفات كل شيء. سيدة بارقة بارقة بارقة، وقالت لك هي باغية اللي يدور على من هو صاحب حساب حمزة مون بيبي. هكا مشات المجموعة والشيلة كاملة، همشوا فرحوا وعيدوا وتوانسوا في الحبيب بيس. خدها غربة الودايا تاهي مدوزة عام ديال الحبس، اش تقولي فيها؟ قالت لك لا انا ولا اختي ما عندناش علاقة
بحساب حمزة موبيبي، نفس الشكل اللي قامت به في القناة العربية، وأيضا من بعد ما تم الاستدعاء ديالها من طرف الفرقة الوطنية دائما كانت كتطلع وكتنكر، ما عمر هي ما تم الاستدعاء ديالها، هي مستدعينها وشافوها الناس في الكوميسارية وقالت لك حقا والواد انا كنعاود لاكارت ناسيونال. انتي واش صحاب لك حنا كنردعوا صباعينا ولا ها؟ ايوا دابا ما جبتي عليك واحد مولاي وسط العمر بنحل، دابا جبتي عخلا ضربوك. اخواني اخواتي كنا بغينا نكتبوا هاشتاغ اين هو النقد والابرام، وهاد السيده هادي اللي قلبت علينا دورت علينا هي لقاتنا من دابا فصاعدا هما كاين على الدق والتشنديل. اخواني اخواتي لنا الخبر ولكم التعليق، عطيوني اللايكات ديالكم، البارطاج ديالكم، التعاليق، ما بغيتش يفوتني الحال وما نديرش تعليق على هاد الشوهه والفضيحه في القناه. اخواني اخواتي واخا الفيديو متاخر شويه ولكن ماشي مشكل، التعليق يكون. اخواني اخواتي خليت لكم الراحه، دوزوا بخير الى الفيديو المقبل، ما كاين على الشخضه، نايضه نايضه نايضه، بسلام عليكم. واحنا كنا واقفين عندهم، خلينا ندوز التحقيق هذا اللي شي يقولوا عارف كيفاش كان التحقيق ولكن باش كان خلي لنا سباس نتنفسوا شويه. شتو قلت الاداب كادوني، علاش كدوي بحال ما هكا؟ باسي حيد عزلي.